جماهير الزمالك دلوقتي عايزه تعرف محمد عواد هيجدد مع الزمالك ولا لا؟ اتمنى ان شاء الله الواحد يكمل مسيرته مع النادي وانا مبسوط في نادي الزمالك وحابب العلاقه اللي بيني وبين جماهير نادي الزمالك، واتمنى ان شاء الله التوفيق وان انا يكون لي نصيب اكمل مع النادي باذن الله الفتره اللي جايه. طب هل انت اتكلمت مع حد في نادي الزمالك؟ اتكلمت طبعا مع كابتن عبد الواحد، نقلت له رغبتي وان انا حابب ان انا اكمل مسيرتي مع نادي الزمالك، وهو وعدني ان هو ينقل رغبتي ان شاء الله للمجلس المنتخب الجديد، وان شاء الله الكلام ده من ايام قبل السفر، يعني قبل السفر اتكلمت معاه وقلت له ان انا حابب ان انا عندي مشكله كمان في المستحقات المتاخره مع النادي ان هو يحلها لي، هو وعدني بكده ان شاء الله في الفتره اللي جايه، وخلال المجلس المنتخب ان شاء الله هينقل له الرغبه بتاعتي ان انا حابب ان انا اكمل مع نادي الزمالك، واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقني وساعد الفريق، اهم حاجه بالنسبه لي الفتره اللي جايه لان هي فتره صعبه جدا على النادي، زي ما انا قدرت الفترات اللي فاتت اساعد الفريق وان احنا نقدر نجيب بطولات مع بعض، ان شاء الله الفتره اللي جايه دي فتره صعبه وكلنا عارفين كده في الظروف اللي بيعيشها النادي، كل هدفي دلوقتي ان انا يعني اشتغل على نفسي كويس وارجع بشكل افضل فورمه ليا عشان اقدر اساعد زمايلي واساعد الفريق ان احنا نطلع من الظروف اللي احنا فيها دي، وبعد كده ان شاء الله يعني انا متاكد ان الكابتن عبد الواحد هينقل رغبتي بشكل كويس للمجلس واتمنى ان شاء الله يكون في توفيق ويبقى في توفيق كمان في وجهات النظر، واتمنى ان شاء الله ان انا اكمل مع النادي. وعواد تبقى حابب ان انت تجدد رغم ان انت مش بتشارك كاساسي؟ اكيد مفيش لعيب ما بيتمناش ان هو يشارك يعني، لكن انت في الاول في الاخر بيبقى في صدام مع المدير الفني، هو راجل شايف ممكن حاجه ما حدش شايفها، لكن في النهايه انت لعيب لازم تحترم رغبته، يعني دايما الفترات اللي انا ما بشاركش فيها دايما بتكلم مع المدربين ودايما بتكلم ان انا عايز اشارك وعايز العب، ولكن هو بيبقى ليه وجهه نظر ودايما بيبقى المدربين كلامهم، يعني كنت دايما بحب ان هو يبقى ان هو عايز حاجه مثلا معينه يطورها، لا انا بشوف دايما كل المدربين اللي بتكلم معاهم بيتكلموا معايا في عقود وفي ارقام وما بيتكلمش معايا في جوانب فنيه، بمعنى ان انا بروح اتكلم معاه يقول لي طيب اكيد يعني، وبيتكلم معايا كلام دبلوماسي اي مدير فني ممكن يتكلم مع اللعيب بتاعه، ولكن في النهايه بيدخل معايا في جانب التعاقدي يعني. طب ده اسوري ولا كان قبل مدربين فنيين قبل كده؟ كل المدربين اللي اتكلمت معاهم ما فيش غير مستر فيريرا، اللي هي الظروف اللي حكمت اكون معاه رقم واحد بسبب الظروف اللي حصلت الناس كلها عرفتها او كانت بتتابعها الفتره دي، فده الوحيد ان انا مستر فيريرا بعد 3 4 ماتشات، حتى في ماتشات قبل كان زميلي كان بيلعبها ابو جبل كان هو عايز يلعبني فيها، ولكن في ظروف كده حصلت برضه في الكواليس. صعب معنى الكلام ان كده في كلام من الاداره ما تلعبش عواد لعب كذا. الله اعلم برضه، انا مش عايز ادخل في نيه حد، بس كل الكلام اللي كان بيتكلم معايا كل المديرين الفنيين اتكلموا معايا كان بيتكلم معايا في امور فنيه، هدي لك فرصتك وكده هتلعب وهتشارك في التوقيت اللي انا عايزه، يعني كلام الطبيعي يعني بتاع المدربين ممكن يقول اللعيب عنده، ولكن في النهايه لعيب بيتطرق في موضوع التعاقدات. طب ايه بيتكلم عن في التعاقدات اللي هو يقول لك ايه؟ بيتكلم ان انت عادك كويس واكيد يعني هتجي لك فرصه وما تستعجلش، فاول ما يتكلم معايا في الحته دي فافهم ان في حاجات تانية واصله له او حد متكلم معاه في حاجه معينه. طب بصراحه في حد من الزمالك او من الاداره عموما كلمك تقلل عقدك؟ لا بصراحه لا. عشان كان في فتره من فترات طلع ان في كلام اللي انت ما هو الكلام ده مين اللي بيقوله؟ ما عشان نعرف، ما هو ده بيبقى كله من داخل نادي الزمالك، انت في الاول في الاخر دور الاعلام هو بياخد المعلومه بياخد معلومه من جوه النادي، من المصدر، المصدر ده اللي هو جوه النادي، سواء بقى يعني بيبقى مسؤول لا اما في الجهاز الفني لا اما في الاداره. فالمعلومه كانت طلعت ان عواد لو مش هيقلل مرتبه عواد هيبقى احتياطي، هل ده فعلا حصل؟ بص للامانه يعني ما فيش حد واجهني في النادي من ساعه لما دخلت النادي على موضوع عقدي، في حد بس يعني تقريبا اول سنه كان في الاداره الماليه اتكلم معايا بشكل ودي برضه ان احنا ممكن نعمل كذا، لو تعمل ايه ممكن تقلل عقدك عشان ظروف النادي، فطبعا قلت له مش من دورك ان انت تتكلم معايا اصلا في موضوع زي ده. طب وانت شايف ان ده طبيعي؟ مش من الطبيعي ان هو يجي يتكلم معايا اصلا يعني، ما سمحتلوش ان هو يتكلم معايا في الموضوع، بالنسبه لي اتقفل يعني، اتقفل في وقتها يعني على طول،
بس محدش في النادي جه يتكلم معاه بالامانه، يعني اتكلم معاه، وهم النادي كمان كان ملتزم معاه في العقد.